هلا أختي الحلوة طلبتني. إيه. ها. صبر شوي لا تستعجل. شو السالفة صاير؟ تعرفي؟ شكلها بتعطينك الواحد شقة. صدق تتوقع؟ شكلها مو مستانسة. هي أختي جي شخصية حلوة البرستيج جي ما تشوف فيها. سمعك. خير أختي طلبتنا يعني إن شاء الله خير ها؟ خير ايش فيكم صاير؟ حسن ما شاء الله. هلا لولو تعالي تعالي. ها لولو ما تبين تقولين الخبر اللي قلتي لي يا انا مها مساع وابيك بنفس الطريقه شلون صوتك كان عالي؟ نفسها تقولينه الحين. انا؟ انا ايش قلت انا؟ مالي شغل. شلون مالي شغل؟ عيل اللي قلتيه كذب ها؟ تبلين كذابة انت معناتها ها؟ شمور انت جايبتنا هنا عشان تقولين الحكي؟ صاير فهموني. شمور صاير ترى خرعتينا. اللي صاير يا حلوة ان لولو قبل شوياتني وقالت لي خوش خبر. قالت لي ان حسين ريلك اللي هو اخوي طلع متزوج مها رفيشتي وبالسر لا وفوق هذا كله حامل منه بعد، يعني الظن اللي ما قدرت تجيبينه هي بتيبة. صج هالحكي؟ اي صج؟ مو مصدقتني سأليها؟ مو رفيشتك؟ مو 24 ساعة قاعدة تحش وقراب فيني؟ خد قول لك صج ولا لا؟ حسين طالعني وقول لي صدق هالحكي ولا لا؟ صدق انك مو كفو. مالك شغل بيعقوب وكلمني صدق هالحكي ولا لا؟ حسين تعال. كذي السالفه طلعت اخوك جاي وقايل لك انت عاد قوم صبه بذون مرتك اللي هي لولو بخور السوق. شمور انت من صدقك يمه؟ ما هو ما غيرها؟ ايه شفتي؟ وانا يا غافلين لكم الله، رفيشتي اللي اقعد 24 ساعة طلعت متزوجة اخوي بالسر وانا ما ادري، هذيل عيالك يا يمه ذيابه ما ينخاف عليهم. انت طالق. يعقوب. يعقوب شو هالحكي؟ تعوذ من ابليس. لسانها يبي له قص، شيل اغراضك وطلع برا يلا دلفي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اي اللي ما تستحين في بيتي وتحسبين علي؟ يلا صج مو كفو رحمه ولا حشيمه يلا. وانت ما له داعي تجيبين حور هني قدام حسين تقول الحج هذا، باكر طلقها وكون انا السبب. انت هي هي طول لسانك على منو؟ بدل ما تطول لسانك علي انا روح قص لسان مرتك اللي ما تستحي على وجهها اخوك يا وقال لك سر، شكو هي تدري؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مامو. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لكم من الاول انا حاسه ان وراها مصيبه بس ما حد صدقني. هذيل عيالك